السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. غادي نصاوب ان شاء الله هاد الكيكة ديال الكاكاو، وغادي نشارك معكم المقادير. هنا انا غادي نضيفو غادي وفي نفس الوقت غنقول لكم المقادير. هنا عندي 4 البيضات، غادي ندير معكم ونحركهم هما في الاول. كتجي زوينه وسهله، ما فيهاش المقادير بزاف، عاديه ولكن كتجي زوينه. وديك الخطوط كيبانوا فيها هكاك، الا شاف شي حد كيقول كيفاش جاوا ديك الخطوط هكاك في هاد الكيكه، ولا كيسولك ديما كيقول لك كيفاش درتي ليها. ان شاء الله غادي تشوفوا معايا المقادير والطريقه، سهله مهله. هنا بعد ما خلطت هاد 4 البيضات غنزيد عليهم كاس ديال السكر. هاد كاس ديال السكر واقيلا فيه 100 و هكاك بين 120 150 غرام لي كيهز، حتى الى 150 غرام هكاك في الكاس راه مقادير كيجيو زوينين، كيجيو هما هادوك. المهم هنا غادي ندير الزيت. درت دابا 4 البيضات والسكر وكاس الزيت، دابا غادي نزيد كاس الزيت وانا كنخلط هكا بشويه بشويه. دابا غادي نزيد كاس ديال الحليب. الكيسان نفس العبارة عندي، ديال الزيت ديال السكر ديال وديال الحليب نفس العبارة، 150 ملليلتر. دابا بعد ما خلطت هذاك السوائل مع بعضياتهم، دابا غادي نضيف الطحين. الطحين على حساب الخليط، غادي نبقى نكبها كطحين حتى نشوف الخليط ديالي هو هذاك، وغادي نحبس هاكا ندوزو في هاد الصفايه باش ما كيبقاش فيها الكويرات وصافي. هكا دابا غادي نزيد هاد الخمارة حتى هي غادي نضيفها مع الطحين، التغربل حتى هي معاه. وهنا عندي قشور ديال الحامضة محكوكين، تاهم غادي نزيدهم. هكا كيجي القوام ديالو، بركة عليه. دابا غادي نقسم هاد الخليط، غادي نقسمه على جوج، غادي نكب النص هنا والنص غادي نخليه. هاد النص اللي كبيت دابا هنايا غادي نضيف عليه كاكاو. هكا جوج المعالق ديال الكاكاو غبره. غنخلطو مزيان حتى يرجع هكا على هذا الشكل هكا.
وهنا عندي المول ديال الكيك بعد ما دهنته بالزيت ورشيته بالطحين، وعندي دابا هاد جوج ديال الخليط هكا، غادي نحطهم حدايا ونهز واحد المعلقة باش نهز ديال الشوكولاط وواحد المعلقة ديال العادي، وغادي نبقى نضيف معلقة من هذا ومعلقة من الآخر. هكا كيف ما كتشوفوا هكا غنبقى غادية على هاد الطريقة، انا كنهز معلقة من هذا ومعلقة من هذا، وهنا غادي حتى نسالي هاد الخليط كله. ودابا غادي نهز شي موس ولا شي معلقه هكا ونشرط هكا الخطوط في بهاد المعلقه كيف ما كتشوفوا، باش كيجيو ديك الخطوط زوينين هكا مزوقين. ودابا غادي نديرها في الفران على 180 حراره. وها هي الكيكه ديالي بعد ما خرجتها في الفران من الفران، كتجي على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا. وبعد ما قطعت الكيكه ديالي جات على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كتجي مزوقه زوينه وسهله وما فيهاش المقادير بزاف. ونتمنى يكون الفيديو واضح. كما كتشوفوا كتجي هكا وبالصحة والراحة، ونخليكم على خير وبخير ومع السلامة.